وأنهي الحلقة مع مديرة ورئيسة مجلس إدارة الكونسيرفاتوار الدكتورة هبة القواص. صباح الخير. صباح نور. أولا مبروك، وثانيا إلى أي مدى رح نكون أمام يعني مشروع نهضوي في الكونسيرفاتوار، وهل له أي حصة بالموسم السياحي اللي يقال أنه سيكون واعد جدا هذا الصيف؟ طبعا يعني أولى الأهداف أنه نحن كمؤسسة مثل مؤسسات باقي مؤسسات لبنان عم نتعامل مع مؤسسة عظيمة بالعمق، ولكن في انهيار حاصل. أنا وصلت على مكان يعني فقد كثير من أسسه بسبب سفر الوثائقيين، بسبب نقص البيسك اللي مش موجودين، ونحكي مثل الكهرباء والحبر والورق، وهذا حال أغلب مؤسسات لبنان وقع بهذا الوقت. ولكن من لحظة صدور القرار، يمكن لحظة اللي عرفت فيها، وأنا عرفت فعلا من الإعلام كنت خارج لبنان، حسيت بمسؤولية كبيرة خلتني أنه من ليلتها اكتب استراتيجية كيف فينا نتخطى المشاكل اللي هي أساسية، وبعدين كيف نروح وناخذ هذه النقاط الضعف والصعوبات نستعملهم قوة دفع لقدام. إن شاء الله الاستراتيجية اللي محطوطة بدها تنقل الكونسيرفاتوار لتعاون مع مؤسسات داخل لبنان ومؤسسات خارج لبنان، وحيصير في تعاونات دولية إن كان عربية ولا دولية، وهذا عم يتحضر له، وبلشنا تحركنا تجاهها وبلشت يعني قريبا رح تثمر. وبنفس الوقت رح نطلع خارج قوقعة، لازم الموسيقى تمد إيدها وتتحاور وتتقاطع مع جميع القطاعات الثقافية في لبنان وخارج لبنان، مش بس الموسيقى، لنقدر نشكل حالة إبداعية كبيرة يعني. وبنفس الوقت أنا أحد أهدافي اللي هي أساسية إنه الأوركسترات والموسيقى بلبنان يوصلوا لكل لبنان، من المركزية لنوصل نسمع آخر ضيعة بلبنان الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى العربية، ونتواصل مع الأطفال ونتواصل مع الكبار لحتى يصير في تعلم لكيف نسمع الموسيقى الحقيقية. وتصور هذا من الأدوار اللي لازم نحن نقوم فيها، والإعلام يساعدنا فيها، لأنه لنقدر نرفع من المستوى الفكري اللي هو عظيم بالأساس بلبنان، ولكن بآخر فترة يمكن صارت إشياء كتير ساهمت بأنه نروح لطريق تاني. بس قبل هذا كله أهمنا هلأ الأول هو حرصنا على الأساتذة وعلى الهيئة التعليمية، الهيئة الإدارية، الأوركسترات، أنه نأمن لهم حياة كريمة، لأنه الموسيقى نادر جدا. أنا ما بشبهه بحبة الدايموند، حبة الألمان، حبة الناس، لأنه لا يوصل لمكانته بينصهر وبينضغط عبر زمن طويل، أوقات بيوصل 30 سنة لكي يقدر يكون أستاذ. على كل حال أول تهنئة أجتك من السفير السعودي الزواق يبدو بالموسيقى. هل ستتكلين دكتورة هبة القواص على الـNGOs، على السفارات للتمويل يعني ومعالجة الصعوبات اللي تفضلتي فيها؟ طبعا أول شيء بدنا بالداخل نبلش من الدولة اللبنانية قدمت فيها الماكسيموم إنها عملت صدقار مع الموسيقيين كحالة نادرة، هي أول شيء. ثاني شيء بدنا نفتح على الـNGOs على التعاون. نحن أهم شيء نحن نحط في راسنا فكرة التعاون، لأنه أنت فيك تقدم سيرفيسز هذه المؤسسة تعمل تبادل ثقافي، تبادل تعليمي، تبادل موسيقي، باتق
تكون عم تشتغل لدعم الأسر. دكتورة هبة قواس، بدي أشكرك أنا لأنه في تشويش على الخط، في تشويش في الاتصال، بدي أشكرك وأرجع كمان كرر تهنئتي للدكتورة هبة القواس مديرة معهد الكونسيرفاتوار ورئيسة مجلس الإدارة. ختام هذه الحلقة مجددا شكرا عميد خليل حلو. الموعد يتجدد السبت المقبل، وإعادة هذه الحلقة عند 9 من هذا المساء. إلى اللقاء.